مش من مشمولاتي، ولكن فما نوعا ما نقول أنا حكومة ظل بدأت تتكون في غيابك، وأنا لمصلحة الدولة مؤسسة الدولة يعني قلت لك نرجع للأمور الرسمية، نرجع للي ورد بالك على خاطر ما نعرفش تظهر لك حاجات هكا عادية، أما راهو الماء مش يجري بركة سواقي. هذا ما تحبش هي رايا خطيها ما تعاودش لك. يلا بالماسك نتاعو إبراهيم الطايف. السلام باش نمشي نقولوا الحكايه ونسلم عليكم ونقول لكم سلا رمضانكم مبروك، تحيه للمستمعين والمستمعات الكل، وان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، خاصه في الساعتين اللي قبل شق الفطر، والصايم يعرف اش معناها، اش معناها الساعتين، اش معناها والصايم واللي باش يدخل الكوزينه باغتو واللي صام اول مره في عمره زاد نتمنى له. نساء والرجال اللي في الكوزينه اللي طيب مش نساء بركه، نساء والرجال فما ناس بعاد على عائلاتهم كل تحيه لهم وين ما كانوا. يلا رقم اربعه غازي عايدي ربي بغنيه. اهلا وسهلا بالاستاذ المستمعين الكل. بروم قال لك الصايم يعرف الصايم، اي والحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي معناها يعطينا الصحه والعافيه باش نكملوا شهر رمضان الكل. وبالنسبه للغنيه جميل اعطيني فكره معناها رمضان جينا مانيش حافظ بابي شهر الصيام يحل غنينا انت ما نعرفش وين نعرف غني علاش الناس مساكن تحب ترعبهم هالعشيه. والله انا على ذكر اغنيه رمضان ان شاء الله غدوه ولا بعد غدوه تبدا عندي اغنيه هي لسيدي رمضان وتو نسمعوها مع بعضنا هنا وتو لا تتمكسش وان شاء الله غدوه بعد غدوه تبدا حاضر ان شاء الله. اما تو نغني شويه في استميتنا في حد اكيد باهي جست كيما البارح نحب نعلمكم انه شهر رمضان وان شاء الله الفرحه والربح والدلال مع بنك البركة. كل يوم تنجم تربح، دونك تكون انت سعيد الحظ تربح معنا دفتر ادخار بقيمة 250 دينار. صباح في برنامج الماتينال مع ملك بكاري طرحت عليكم سؤال وطلبت منكم انكم تدخلوا على الباج فيسبوك البركة بنك تونيزي باش تلقاو الإجابة صحيحة. اللي مازال ما شافش الإجابة ويحب يشارك معنا ويكون من الرابحين ما عليه كان يدخل الباج فيسبوك البركة بنك تونيزي ويطلبنا على الرقم 31 380 ألف. الرابح ولا الرابحة باش تكون معنا بالتليفون مع الستة. رسم كاري سبيسيال رمضان من 4:30 للـ6:30 متاع العشية. يلا ناخذ سؤال قبل الفوترافيك يظهر لي ولا قبل الفاصل بتاعنا. شيء تتسمى طريقة عقد الخيوط العربية، عقد اي مش عقد القمم العربية، القمم هذوك ما فيهم حتى اسم القمم هذوك يتعداو أجيال وراء أجيال. اي عقد بوت بون نعطيكم فكرة، هي طريقة معناها متاع ما نحبش نقول شنو هي، ما فما طريقه معينه مش انك يربطوا بها في الخيوط. اي لشنو؟ للسياسات الدول؟ لا لا خيوط حقيقيه حقيقيه. خيوط شو تتسمى؟ الخيوط لا لا الخيوط خيوط خيط. يعملوا بها معناها اشكال، يعملوا بها ضفيره دي زاباجور، يعملوا بها برشا حاجات. العقده ليه شنو؟ معناها كيما تخيس تكنيك معناها C'est une technique. اسمها شنو اسمها؟ معناها يعملوها نساء، يخدموها نساء. مش بشرطه. مش بشرطه. ها؟ عندها علاقة بالماتيماتيك. لي غيدو، لي زاباجور، أنا قاعد نقول، أنا قاعد نقول. هي تكنيك نتاع مش قماش ولكن خيط. خيط. فرنت اللي يزينوا بها. ما نقص كل اسم هو هذا. ها؟ عنبرقيش. شبكة مش شبكة. اسكو سمعتوا على المكرمي؟ مكرمي اي هو المكرمي حتى اسمه؟ اي المكرمي هي طريقة لاي ولكن اصله عربي لصناعة القماش اللي ترتكز على معنى تكنيك معينة في صنع لي نو. لي نو يبداو تيسي فوالا ريتو هذا المكرمي. هذا هو اللي عارف المكرمي من حسب الكل هكا اسمه مكرمي اي أصله عربي. كلمة عربية. القماش المعقود ينجموا يصنعوا منه برشا حاجات كيما الريدوات كيما لي بورت بو كيما لي زاباجور وغيره. حتى في الشعر. فوالا. كيبدا الخيط جيد. سمعتها؟ لا. عيني مكرمي. أول ما سمعتها أنا فكرت في الأغنية هذي صدقني. صدقني. عيني مكرمي. كيما أوبيليكس تاع البارح. ولازم تكون عندها أصل معناها عندها سبب معناها خاطر ما نعرفش علاش يقول هكاك في الأغنية.
مريمية مريمية احنا رديناها مريم زيدان هو اللي شارك في زيدان المكرمي اصل عربي دونك من ارجح ظهرت عند العرب منذ القرن الثالث عشر والكلمه مكرمي حسب لوغوبير جايه من الكلمه العربيه محرمه محرمه يعني محرمه حتى قلت لك يعملوا انا نعرف اللي يعملوا دي شال كل خيط الجيد يبدا جيد يعقدوه شاربه وشين وكل شيء والله يا تحيه لولد خالتي مكرمي اما عمري ما عرفت اللي هو مكرم اي معناها والله بنسى لو مكرم مش عارف الحكايه هذه ولا مكرمي دونك جاي من محرمه كما نقولوا احنا من اللغه العربيه محرم قد النيه وي يلا فاصل وراجعين رجعنا في راسين كاري اليوم غازي عبساتار ميتون وجميلة وابراهيم دونك سؤالي رياضي انا هي بلاد كانت اول بلاد تنظم كأس العالم وما تنجحش في انها تتعدى الدور الاول كأس العالم في كأس العالم هذيك فما بلاد فازت بكأس العالم لأول مرة اسبانيا جنوب افريقيا 2010 الدورة هذه صاروا فيها برشا احداث اول مرة تصير في كأس العالم بفنا مثلا صارت في الدورة ذي ليليميناسيون تاع لي دو فيناليست هولندا تاع 2006 ساعة فرنسا وايطاليا الدورة اللي قبلها من البرومي تور خرجت فرنسا وخرجت ايطاليا واللي كانت معناها حاجة هولندا خويا عملتها زادة في الدورة ذي كانت اول مرة بلاد منظمة تخرج منذ الدور الاول وهي افريقيا دي سود جنوب افريقيا البافانا في الدوره هذه في الدوره ذي ليه على خاطر ديما في الكوب دي موند الدوره المنظمه يبقى عندها تشجيع وجماهير احنا نظمنا مره الكوب افريقيا زين مرتين ثلاث مرات لا 94 احنا ثلاث مرات من اللي بالدوره من اللي بالدوره كانت بالنسبه لي احنا عملت استاد ولا فارغ وناس ما عادش تمشي علاش الاكيبات الكبار هذوما لازم يقعدوا في اللي اي خاطر البلاد وجمهورها يحضر وكل شيء دونك في الدوره ذي زاده صارت غريف نتاع الملاعبيه الفرنسيس اللي قعدت اليوم حادثه تاريخيه ما حركه الكابيتان ديكيب مع لونترينور وزاده في كاس العالم 2010 هي اول مره بلد اوروبي يربح خارج القواعد نتاعو اول مره اسبانيا بلد اوروبي تهز كاس العالم اسبانيا حتى كان في القمره الكوب دي موند هذيك يهزوها سيت اون غروند ايكيب اقوى ما فماش اسبانيا عمرها ما عملت تيم كيما هذا كيما هذيك اول مره اسبانيا تربح وقت اللي قبل احسن نتيجه وصلت لها هي المرتبه الرابعه وهي اول مره يتقابلوا فيها اسبانيا وهولندا هي بلد ماهوش سعيد الحظ ياسر في كاس العالم ديما فينالات يوصل فينال وما ياخذش الكاس دونك في مباراه كاس العالم كريف الفينال بتاع التاس شكون اللي ماركا البونت لا نسيت البونت كريف لا احكي لك 2010 انيستا يرمي في الاسئله بروم يحكي لنا العام 60 و70 يرمي تختفش على ما يباتي السنة هو 6230 حسب تقويم الهجري ليه؟ هجري 14 الهجري والميلادي مع بعضهم يتلموا حسب تقويم 6230 التقويم اليهودي ماهوش العبري 5900 ومن 10 قديش استنى 6230 هو الشعب اي المغول لا الصيني رأس العام نتاع الشعب هذايا يحتفلوا به في 22 مارس من كل سنه ويتسمى رأس العام نتاعهم رأس السنه هاكا تصوير على الباج اف ام مش شفنا مش هذوكم حاجه نتاع هذوما في الشرق نتاع اوروبا شرق اوروبا ليه مش شرق اوروبا وقت اللي احنا في العام 2021 هما في 6230 يعتبروا نهار 22 مارس هو بدايه دوره تقويم جديده يا ابراهيم وقتها تقوم الارض من سبات الشتاء يبدا الاعتداد الربيعي كردستان في جبال القوقاز وتتساوى زادة ساعات الليل مع النهار معنا سي لارميني سي لارمينيا لا جيرينها في الافلام النواري بلون
المسار وقبل يقول لك هذاك اصله ارميني ولا يوناني شركسي الشركس قولك في الانديز هذا واش مكتوب برشا حكينا عليهم خاطر ما عندناش فكره عليهم ترجع وصول الاحتفال بذكرى السنه الشركسيه لسنه 4209 قبل الميلاد وقتها كانوا الشركس شعب يخدم في الزراعه على الجبال واختاروا النهار هذا بالذات على خاطره يرتبط بالدوره الزراعيه الجديده كيما معنى كيما اكيد انه خاطر ديما الحضارات تبدا بدايه العام من ازدهار الفلاحه انه تنبت يعني ريفيرونس ياخذوه خاطر مصر عندهم شم النسيم شم النسيم اللي هو عوده النيل والفيضان وكذا معناها رجعت الحياه مره اخرى على البواسون دافغيل اي كيفاش كان اي ولا مرتبطه بال 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 الفيرتيليتي والعوده الحياه الشركس بربي يعطينا حدودهم شنو هما و... على الاقل ناخذ فكره الشركس هو موجوده في البلقان معناها ان بي بالكان اي القوقاز و... لا 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 على البلكون جوجل على البلكون يعني وكانوا احنا بينا راهو عندنا منهم تشركس على خاطر تشركس معنا لهنا ما فيش ماسك ليه عندنا منهم باعتبار انه كانوا يجيو برشا من العائلات اللي هي شركسيه القاب اخرى القاب دو فونكسيون اللي في عهد البيات كانوا وزراء في وقت ما اللي هما شركس شركس اصلهم اما بعدش احنا في تونس تنسيت حكايه اصولهم الشركسيه وخذوا الالقاب نتاع فونكسيون تاعهم الخدمه اللي كانوا صاحب الطابع شركس كيما صاحب الطابع وغير وان كان مش صاحب الطابع العائله الموجوده تويك ترى مش ولاد يوسف صاحب الطابع هذوك ولاد سيدي مصر صاحب الطابع شيخ الدوله ما عندهم حتى علاقه ببعضهم اسم المهنه وكا اما فما عائلات شركسيه احنا في تونس دخلوا ولاو هما يقول لك احنا بلديه وتركيا تلم الكل معناها تراك ولا حاجه كده ولكن اصلا يجي من قبل تركيا جايين اصلا من القوقاز بينما في مصر يعني الحاجه كيما فرابي اكيد غازي لحظه اكثر حتى قعدت مده غادي انا يتفخروا بانهم شركس ويظهروا الاخرين فلاحه معناها كيف اللي الاخرين دوزيام دوغري وي يلا الميتيو والاخبار نرجعوا لكم بعد شويه في راسين كاري نشد الحب ويقعد اكثر وقت والله حسين يستنى له تو والله باهي شنو هو المنيو تاعك تاع اليوم؟ حسين شفتوا اليوم شغال فترة شوف تو طيبهم باش حاضرين لازم نحطوا حاضرين حاضر الخضرة وكل شيء برودو مقصوص وحاضر باش تحط على النار المقرونة الحق الصلصة نتاعها حاضرة اما لازمها تتسمط تاخذ رجين السلطه مازالت ما تعملش حتى شيء والبريك مازال ما تعملش كيف مازال تخرج الحشو نتاعها تخرج تنزيدوا شويه درجين شو قد وعنا حد ستة أربعة ستة تنهبت له حسين والله أي سؤال يقول شكون اللي كانت توصفها الأميرة ديانا باسم كلب ماهيش بجلال تقدرها لا اكيد شكون كاميليا ولا شكون كاميليا زوجة الامير تشارلز الثانية الامير تشارلز زوج من ليدي دي لكن الزواج نتاعهم ما عرفش استقرار كبير والعلاقة كان محكوم عليها بالفشل ما يعرفش يعيش تشارلز مع احترامي يعني والسنين الأخيرة أنا وجهة نظري الشخصية هو كان يحب أنا بالنسبة لي كان يحبها المرأة من قبل ما ياخذ يانا أما بربي شو ديانا معناها شو أغزر التصوير هذه المرأة معناها كانت مميزة بصراحة سنين الأخرى تكشفت معطيات على الزواج هذا كان البرنس شارل خان الأميرة ديانا مع زوجته الثانية كاميليا والأميرة ديانا فاقت بالعلاقة هذية كانت تسمي العشيقة بتاع زوجها وهي كانت معرسة نو هي كانت معاك خلينا نقطعوا شوي والرئيس هي متزوجه من صاحبه صديقه صديقه اي صديقه صديقه عندها من ولد حكيت ما تحكيش في رمضان صراحه خلي في الليل كانت بعد ثقل فتره تعيط من الناس بما يعشقون مذاهب انت هنا تعاو مكرون
الناس كلهم فيه طبعا. لا لا ذاك شو هذيك شو معناها للناس يعشقون مذاهب هما؟ لا وهما عندهم ديمونسيون اخرى للمحبره. نحن برشا حسابات برشا حسابات برشا حسابات صنعك يا ربي. لا لا برشا حسابات ما عندهاش صون. هو نهار اللي شافك الرئيس نتاع كرواتيا نهار الماتش هو تمنى الماتش ما فيش. لا لا حرام عليك. جوست جوست الافاده وهذا سجوان الكلام تاعكم على ماكرون زوجته هو انه البيت ولا الناس فيما يعشقون مذهب عجوز نتاع بيت عشقتها شمطاء شاب وليدها وليدها ولد شايب ولا الناس فيما يعشقون مذاهب معناه يلوم في روحه هو. معناه انا نحبها لا مش يلوم انا فرحان نحبها ما نلومش عليه في الشايب ولكن نلوم عليه في الشمطاء. ليه شمطاء معناها شعرها الشايب مش شمطاء مش شمطاء في اللغه العربيه اللي سوالف ابيض فيها ولات شمطة عنا احنا معناها عادة لفعة. المرأة الصعيبة هي مرة تلقى مرأة عجوزة كبيرة عادة هكا هي توا صغيرة وكبيرة خاطر علاش هذاك خاطر كي تصبغ يصبغوا معناها كيصبغوا ديما السوالف هما الأولانيين شفت انا قداش حق هنايا لا نعرف ايه. اوتوكا سميت على اسم الكلب اللي هو رودفايلر يعني على خاطر النوع هذا من الكلاب معروف انه كي شت حاجه بسنيه ما عادش سيبها دونك هذا هو. والله مشهد شفته قدامي قسما بالله صبر والله. لا يا ولدي دخلوا له عصا في فمه حديده باش نجم يسيب هذا الرجل. هما هالايامات على ذكر هما هالايامات مش تقريبا دون زان موا بون ما نعرفش عاد موت الامير فيليب اش باش يصير اما دون توفى موت معناها البروتوكول اش باش يصير خاطر فيليب البانس كونسور توفى كرسي سا دون دي ونهار السبت ونهار السبت الدفينه نتاعو كان معناها في كان لا انا تعرف علاش قلت لك توا سالتك خاطر ريت الجوارات نتاع لونجلتير كل شيء نربط فيه الجوارات لا عاملين دقيقه صامت الوغ هو كان المفروض الشهر الداخل يظل لي كي كوانسيد مع 60 سنه من ميلاد الاميره ديانا عملوا لها تمثال ولادها معناها مشي ما حتى شو اسمه انري اللي مقاطع العائله مشي امريكا كان المفروض جاي مش يحضر في التدشين نتاع تمثال والدته اللي كوموغاسيون نتاع 60 سنه اللي كانت جات حيره مره 60 سنه لكن مشي كمان امبارح وصل لانجلتير مش يحضر في بلاش زوجته مع زيزو بلاش زوجته عزيزو وجلال تقدرها موجوده جلال تقدرها موجوده وقالت معناها فما شكون من 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 قرب من البلاط يقول انها 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 الي تري ديني دو لا معناها الي تري ديني معناها كلي قبلوها بشيء 69 سنه زواج 69 سنه عمر بنادم يعني تبارك الله معناها شده روحها وما يتصوروها مش تنهار شده روحها عشيرة في عمرها كل شيء ليه قال لك اللي تبيا معناها حزينة لكن كان عامل فيها عبسة ترى أي يس في البرك على ذكر الاختلافات وكل شيء أنا بصراحة معنا البعض منا نقول البعض يعني عادة هذا ما تلقاهش ياسر في الشعوب الغربية مثلا كي تلقى اون بلوند ماخذة أسمر ولا أن بلون ماخو سمرة ولا عربي ماخو أرمينية ولا شكون عمرهم ما يعلقوا لك على الفيزيك وعلى المهم هو الشخص تونديسكو احنا في ثقافتنا واللي ماذا بينا معنا جزء من الثقافه ذات يضم حل حتى المستوى التعليمي والاجتماعي زي ما عندهمش فرق ما عندهمش فرق ماذا بينا يضم حل عن احنا زي ثقافتنا تقول بالنسبه لهم المزيانه هي بيضه والمزيان هو يبدا ابيض مش صحيح مش صحيح الله يرحمها ترى عندنا مرأة كبيرة جريدية حبيبتنا عاد وحنا برشا لا ولاد خالتك عاد اسمع تقول نبه عليكم الطبيب ياخذ طبيبة والمهندس ياخذ مهندس والجاهل ياخذ جاهل معناها بوغاليزم يقعد المجتمع كيك مربع يعني يا خويا خذوا الناس اللي تحبوهم مهما كانوا مستواهم ومنين جايين وشنو لونهم انت تقبل هذا المهم وانا الاكسبيريونس بينت المهم تحب ويحبك المشاعر هي نحاولوا انه زاد نخلطوا في الراتسه ونشاركوا في السيديان دخلت بالها هي تروح حراميه والله خلطوا ونشكبوا لا لا امان خاطر فما مناطق ما ياخذوا كان من بعضهم اليوم قلت برشا قلت يا القرايه مع العباد مع البالا اي شنو التجربه العلميه اللي حبوا يثبتوها في رحله ابولو 15 للفضاء جديده هذه الحلقه هي قديمه هي دونك حبوا يثبتوا تجربه علميه معينه اللي هي في ابولو 15 لان حد وصلت ل 12 ما تبعتش
حكاية تهم الصحة، صحة الإنسان. جاليلي تهم الجاذبية. جاذبية وإلا جاليلي. جاليلي هي جاليلي هو دور الأرض. فما فيلم ياسر مزيان، فيلم يحكي اسمه على اسم التجربة ذي، موضوعه ما عندوش علاقة ولكن اسمه هو نفس الاسم تاع التجربة ذي. مايكل دوغلاس. بورتون سا تورن جاليلي. مايكل دوغلاس. مايكل دوغلاس من عارف أحلى أفلامه. مايكل دوغلاس عنده ذا جيم وعنده في لي زاني 90. والله وي فما فيلم آخر. فما فيلم مزيان ياسر. إبراهيم بايزك بايزك. باهي شوت ليبر. تجربة السقوط الحر. دونك الحكاية أنه في أواخر شنو؟ الجاذبية والسقوط. إي فالي دير تجربة شنو هو شوت ليبر؟ قلت أنا شنو جاليلي معناه. الحكاية أنه في أواخر القرن 16 جاليلي عمل تجربة حاول أنه يثبت بها أنه الجسمين كي يبدأوا مختلفين في الكتلة في الوزن كي يتيحوا من بقعة عالية يوصلوا فرد وقت. يعني زمن السقوط مش مربوط لا بالوزن ولا بالكتلة. التجربة اللي قام بيها وقتها عملها من أعلى برج بيزا وأسقط مطرقة وريشة. أما وقتها توجهت برشا انتقادات للتجربة ذي والناس شكوا في النتيجة على خاطرهم يأمنوا وقتها بنظرية أرستو اللي تقول أن الأجسام الثقيلة في السقوط تكون أسرع. بريف كان من الصعب إثبات العكس بسبب تأثير الريح. وبعد 400 سنة تقريبا عاود رائد الفضاء ديفيد سكوت التجربة. كان هذا نهار 2 أوت 1971 وين مشى في مركبة أبولو 15 وهز معاه مطرقة وريشة وطلع على سطح القمر. خذ المطرقة والريشة ورماهم من ارتفاع متر ونص وكيف كيف خلطوا فرد وقت. يا وقت اللي بالمخ تحسبها ما تنجمش تصورها اصلا. على حتى احنا مخنا مبرمج على مبرمج على الجريج معناك. ايش قالوا لنا الجريج؟ انه الاجسام انت والثقل نتاعها اللي اثقل يهبط واللي اخف. لاتيريساج نتاع المطرقه هكا ما فماش مش كيما عمل عمل في في كونجونكتور ناتر معناه. هو باش انه هو خذ حتى مترو خلي واحد رزين وواحد خفيف ينقزوا من مترو الاخر يتكسر والاخر يقوم لاباس. صدقني حتى الوزن عنده قيمه في السقوط يظهر لي. لا هي السرعه مش النتيجه. هي السرعه ماهيش النتيجه. شنو فرد وقت مش النتيجة. ليش النتيجة؟ نجم انت كي تهبط دبوزة باللار وريشة دبوزة كي تهبط زمن السقوط معناها الزمن اللي يهبط فيه وريشة لاباس. أما الزمن انه يخلطوا فرد هو بيدو نفسه تعرف ما هيش منطقي. أنا هاك تراها ما هيش منطقي. هو بيدو الفاكرون والوحدة لا وقبل اللي كانوا يقولوا أما أرزن كيلو حديد ولا كيلو صوف. بس إيسا تهزك الهدايا بالنسبة لهم. علاش الناس قبل وقت صغار يجاوبوك يقول لك كيلو حديد أرزن هما كيلو كيلو نفس الشيء. كانت أعلى حاجة وقتها بيز هذيك اللي يعبي في بلاده ذاك شعبي في بلاده ذاك أغلى أعلى حاجة نجم يرمي منها حاجة. يلا فاصل وراجعين. رجعنا في راسين كاري. يلا باش نتعداو لدبارة ستورة مع سنابل القرطاج. دبارة ستورة برعاية سنابل القرطاج. سنابل القرطاج طعم الأيام الزينة. دبرتنا نواصل ونواصل كما تعرفوا ماكلة موجودة في شمال البلاد التونسية وخاصة في المدن ذات التأثير الأندلسي. علاش؟ على خاطر الأندلس هما اللي طوروا هالماكلة هذه. عجينة نعجنها بالفرينة والسميد حلوا الورقة بعد ما تشيح نص الشياح نطويوها ونقصوها مربعات. وبالطبيعة هالماكلة هذه نفوروها على مرقة. المرقة شو المكونات نتاعها؟ مكونات لازم نحطوا زيت بالطبيعة الطماطم الهريسة الثوم وبالطبيعة الحمص والخضرة بطاطا سنارية قلي وقريم فلفل ونحطوا الحم وإلا دجاج خاصة بالدجاج أخف ونحط عليها كسكاس
ونحطوا المناصر نتاعنا بعد ما ندهنوها بطريق زيت نحطوها في الكساسة ذاك ونخليها تفور. كي تتفور مليح نقلبوها في معود ونسقيوها بالمرقة ونحطوها في الكوشة تجمر. تجمرت وقتها نجمو نحطوها في الصحن نتاعنا ولا المعجنة ونحطوا عليها الحم والخضرة والحمص وما لازم وناكلوا بالشفاء. هكا فما ناس ينجموا يقولوا بنجين طيب مش نحط الثوم ما نلقاش أكل بخاسة ذيك اللي عملوا بها الثوم. مش مشكلة كعبك الثوم تنزل عليها بالسكينة هي تتغفص وتتقصها تولي سهلة برشا والثوم كي يبدأ عينه صحيحة خير برشا من يكون مرحبة بزي. أما يقول القايل شنو هي حكاية النواصر وعليش نسميها هكاية؟ النواصر جاي اسمها من ناصري والناصر هي فلوس دينار ذهب كيما يعطين ويعطيكم رزق الحلال الطيب. النواصر هذية قولوا أن مرأة حكيمة تونسية لقات أن الخليفة الناصر الموحدي بطرق كان قاعد عمل الفلوس بقعة دورة عمل مربع ذهب يركبوا الكيف ذات العجيب عملت وكما مستهزة عجنته وحلت الورقة وقصته مربعات لا يمنا وكهو عنده ناصري كي نجمعون يوليون واصل حوك عاد قول انت يا يولي منهم بزايد بيناتنا. النواصر هذه تلقاها كان في الشمال التونسي بينما في المدن الأخرى دخيلة جديدة يخلف على التلفزة وما علمت والانستغرام والحاجات هذه المدارن. قال الراجل تقعد أن الماكلة هذه ماكلة بينا برشا وإذك عليش سناب القرطاج قررت أنها تودكم بالنواصر الزمنية اللي ريحتها تفوح كطيب وتركب كيف السناب القرطاج طعم ليهم الزينة. رجعنا في راسين كاري دونك شكرا عبد ستار دونك هذه كانت الدبارة متاع اليوم اللي هي النواصر ومع سناب القرطاج. دونك النواصر نواصر حبيت كما قلت انت دونك اي حبيت هي البلا الفكره معناها وحاجه زمنيه والحاجه حاجه مش تعرف اللي معروفه في المدن في المدن الاندلسيه اكثر توما مثلا في عندكم في مجازمة دلجة خاطر تلقاها في مدن اخرين في الشمال في بنزرت وكذا موجوده وانت هابط الجنوب أقل. في القروين مثلا عرفناها هنا هو سامبلا تونسي الناس يحبوه برشا بعلم على النسب في الساقز هذا كيف كيف احنا ماشيين لكن بالحق معناها اسكو صعيب انك تحضر النواصر مش صعيبه حتى تعرف انما هي الحكمه في التسقيه نتاعها كي تسقيها باش تتجمر لازمك تعرف قداش تحطها سينو في دوز قد دوز قد اكثر تعجن اقل شيء حيبسه وذاك علاش هي الواحد لازم يستانس يعملها برشا مرات سبتو النواصر بالدجاج بنينه معناها انا نحب نسالك على حاجه شفت انك نحطها باش تتفور نحط نعملها شويه زيت صحيح ولا غلط لازم ما كاينش تلصق باش تبدا ما كاينش الورقه تلصق في بعضها وذاك علاش معناها كعملها حتى كان هي معموله سناب القرطاج لكن مع ذا عملتها بالزيت باش ما تلصقش شكرا الزيت تحطوا حتى مسفوف زاد تحطوا شويه زيت تبيع المسفوف هو قاعد يتفور لا لا يا ابراهيم شكرا صدقني الزيت يمشي كل شيء ميرسي بوكو دونك عبد ستار نتلقاو معاك ديما مع سناب الكارتاج في دبارة جديدة دبارة ستورة برعاية سناب الكارتاج سناب الكارتاج والنواصر يلا شكون المناضل الجزائري اللي اعترفت فرنسا مؤخرا باغتياله هو اسمه يشبه الاسم ان غارديان تاع كرة انا كي قريت الاسم فمينيتهم حرف فما حرف ما فماش زوز حروف ما فماش اما الاسم واللقب هو بيتو غارديان تونيزيان تونيزيان عتوغا لا 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 عبد الله ها هو اسم من الملايين اللي ضحاوا بحياتهم في سبيل استقلال بلادهم الجزائر من فرنسا كان ناشط سياسي ومحامي مشهور خدم كصحافي في جريدة إيجاليتي وكرس عمله الصحفي لخدمة قضية بلده من مواليد 1918 انخرط في العمل السياسي وقت اللي انضم لحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بعد يناضل حياته الكل حتى في جانفي 57 اعتقلته السلطات الفرنسية وأشرف على تعذيبه جنرال فرنسي متوحش بعد مدة ألقاه جثته من الطبق السادس على أساس توفي انتحارا أما هو في الحقيقة كانوا معناها يلفقوا في الموت هذا وقتها الحكومة الفرنسية تبنيت رواية الانتحار في مارس
21 دونك توا اعترف ماكرون اللي سيدة ذايا لم ينتحر ولكن اغتيل. هذايا ما كاينش في الفلا بوميجل ولا الوعر؟ اي اي شكري الوعر. لا شكري الوعر هو بومنيجل، لكن هذا اسمه علي بومنجل. بومنجل دونك علي بومنجل واحد من تحيلي روحه، واحد من المناضلين الجزائريين اللي اعطى بطبيعة الحال من نضاله لبلده. عبد الستار مازال بكري تو 24 مازالوا 5 دقائق. غني له برافو، غني له غني لي شوي شوي غني لي وخذ عيني غني لي شوي شوي غني لي وخذ عيني خليني أدول الألحان تتمايل مع السمعين وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان طويل شوي 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 غني لي غني خد عيناي. ميرسي. ايا مدام نستغلو هذا وهذا وامشي عبد الستار. ديما نسمع عباره امبرياليه، شنو تعريفها؟ الراسماليه المتوحشه. راسماليه الجبانه. راسماليه مش راسماليه، هي هي الهيمنه. الهيمنه على الاقتصاد في كلمتين هي الامبرياليزم. ترجم لك مفسر الماء دون جهد ولا عناء. اي سي فور. هي la création de la plus-value sur le dos des travailleurs. هي توسيع الدولة لنطاق ممارسة السلطة. هذه الإمبريالية. دونك كلمة إمبريالية الإمبرياليزم جت من الكلمة اللاتينية إمبريوم اللي تعني سلطة القيادة، وبمعنى آخر الحكم والسيطرة على أقاليم كبيرة، ونجم نفسروها هذه بالرغبة بتاع دولة في التوسع. هي الإمبريالية الإمبراطورية الرومانية والشواهد موجودين في العالم. لومبيغ يعني اللي هو تحكم في زوز، تحكم في ثلاثة، تحكم في خمسة. التوسع كما كانت مثلا الإمبراطورية الروسية ولا الإمبراطورية الصينية والإمبراطورية العربية العثمانية والعربية، كلها استعمال القوة والعسكر، استعمال القوة واستحوذ على بلدان أخرين وضمهم طردوا مقاطعات تابعين ليك. هل هذا تابع في استراتيجية معينة ولا حب التوسع والتملك وأنك تكون أقوى؟ من يعني منذ ظهور أول إمبراطورية في الدنيا اللي هي إمبراطورية الإمبراطورية الفارسية. أول إمبراطورية ظهرت هي وقتها، هما ناس كانوا يحاولوا يحطوا ايديهم على شعوب اخرى بور لي دوميني، مش يحطوا عليهم ايديهم يحكموا فيهم بالطبيعه يستغلوهم في طبيعه الذات البشريه. ومن وقتها مش وقتها ولات حكايه التوسع هذه ولات السيستم نتاع التوسع، انه كل واحد اكبر ما يمكن امبراطوريه، اكبر ما يمكن من ارض يتفخروا معناها انا الامبراطوريه نتاعي تمتد كذا شو، لدرجه انه حتى قول المنسوبه لهارون الرشيد اللي هو على سطح دار وراء اصحابه متعديه قال امطري حيث شئت فاينما امطرت ياتيني خراجك، معناها سيد معناه ما يعرفش على اي احنا في الخرافات نقولوا فلان السلطان الفلاني ما يعرفش على طرف خلاهوي، معناها ديما الفكره انه ممتد على الاخر. الامور الارض ترفع الدنيا الكامله وكل واحد ينجم ياخذ بلاصته وما يعيش على اخوه ويعيش فيها لاباس. انا فرش في حاجه توا طرف خلاها وين 20 شيفخ في البنك. تفسيره هو هذا التفسير المادي. بكل اثنين واربعة وجمعة وعلى طول شهر رمضان مش نتابعوا مع بعضنا الكبسول هذه من ام جي، دونك هي روسيت مبتكرة من حاجات نطيبوهم ويقعدونا وباش نتابعوا زادة استوس فيها نصائح للدار والكوجينة. دونك تابعونا في راسين كاري، ادخلوا على لاباج فيسبوك ام جي وجاوبوا على السؤال اللي اجابته في الكبسول هذه اللي باش تسمعوها توا. دونك
باش تربحوا كادوات من اهداء ام جي. دونك اسمعوا الكبسول نتاعنا كل اثنين واربعة وجمعة من ام جي باش تنجموا تاخذوا فكرة على لي غوسيت هذوما لي غوسيت المبتكرة وكذلك الاستوس اللي كل مرة يتقال في الغوسيت ومنه هو باش تكون فما الإجابة على السؤال اللي ترقاوه على الباج فيسبوك لاباج فيسبوك ام جي. يلا نسمعوا الكبسول. فما علاش لحذاقة متسمي علينا فريتاتا بالمقرونة. صمتنا برشا مقرونة وفضلت لنا حطيناها في الفريجيدير ما نلوحوهاش ونعملوا بها فريتاتا اختصاص إيطالي شعبي. مع المقرونة اللي فضلت لنا لازمنا 4 طماط ملح وفلفل أكح وجبن مرحي وبازيليك. نسخنوا القلاية مع شوية زيت زيتونة ونحطوا فيها المقرونة ونخليوها تسخن شوية. نخلطوا 4 طماط ونفوحوهم ونزيدوهم على المقرونة. نخليوها تسيب 10 دقائق ومن بعد نقلبوها على الكوتي الاخر. درجة أخرى تاخذ لون مزيان نحطوا لها الجبن مرحي والحبق. الفريتاتا حاضرة نجم نعوذوا بها الطاجين وإلا البريك. مادام نحن في الحذاقة باش نعطيكم أستوس باش الخضرة كيما الليتو والمعدنوس والسبناخ تقعد ديما فرشك. نغسلوها ونشيحوها ومن بعد نلفوها في بابي أبسوربون ونحطوها في ساشي في الفريجيدير. وبالأستوس هذية نجم نحافظوا عليها حتى 10 أيام. نتلقى في فكرة جديدة مع ام جي وفما علاش الحذاقة متسمية علينا. رجعنا في راسين كاري. دونك هذه كانت الكبسول الام جي كل اثنين واربعة وجمعة فما لا غوسيت والاستوس. وبطبيعة كي تدخلوا للباج فيسبوك لاباج فيسبوك ام جي نجموا تلقاو السؤال اللي هو عنده علاقة بالكبسول اللي كنا نسمعوا فيها توا وبطبيعة الحال باش تربحوا كادوات من اهداء ام جي. راسين كاري سبيسيال رمضان من 4:30 لـ6:30 متاع العشية. يلا نكملوا مع أسئلتنا. شنو أكثر دولة عندها عطل رسمية؟ ماهيش تونس. ديريكت معناها من غير ما تقولوا لي تونس. أي ما احنا في بالنا عندنا برشا عطل رسمية. عندنا عندكم عندنا عطل رسمية وساعات نعطيو لرواحنا عطل ماهيش رسمية. شو دولة عربية؟ الحاجة اللي قوي فيها يعني. دولة عربية؟ لا. لافريك؟ لا. الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا لا لا. لازي. بالنسبة للدول العربية مثلا أعطيكم فكرة. مصر فيها مثلا 13 عطلة رسمية. المغرب 12 عطلة رسمية. الجزائر وتونس 10 عطل رسمية. السعودية. البلاد هذه كان نحسب عدد المناسبات الرسمية للعطل مش عدد الأيامات المعطلة معلنا نلقاو اللي موجودة. البلاد هذه جنوب شرق آسيا هي كمبوديا. 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 دونك أكثر دولة فيها عطل رسمية يوصل عددها 28 يوم. من عندهم 28 دين ولا حاجة كمان. تقريبا معناها شهر عطلة رسمية يحتفلوا بهم سنويا. يعني تنجم المناسبة يعني المناسبة تنجم يكون فيها أكثر من نهار عطلة. راهو في المرتبة الثانية نلقاو سريلانكا 25 عطلة في الشهر. هذوما 25 في العام. في العام في الشهر. في الهند و... الهند 21 عطلة. كولومبيا زادها عندها برشا عطلة. قلت لك بدل كرسي إبراهيم. كولومبيا والفلبين وترينيداد وتوباغو ب 18 عطلة. الصين وهونغ كونغ ب 17 عطلة. تايلاندا وتركيا وباكستان ب 16 عطلة. هل أنه حسب رأيك تكون الأيام تاع العطل أقل يعني شنو؟ أنه البابل اللي بلجيني ما فماش معناها جو بونس خاطر اي وجهة نظرك فوالا ما فماش ديانات فما دين فقط ومش بشرط هي تكون عطل دينية. لا مش لا عطل كيما تنجم تكون العكس وطنية غير فما برشا ديانات ما فما برشا تسامح لفات أنهم اتفقوا على نهار معين باش يحتفلوا به معناها في الوقت هذاك. دونك لي زوبوزي موجودين. هو هذا كلام ابراهيم موجود. زاد مصر مثلا عندها المسيحيين وعندها المسلمين فعندها اعياد منا وعيد الاقباط وعيد فبرشا اعياد شمال النسيم مثلا وغيره بالضبط خلاف الاعياد الرسميه اللي هي نتاع الاستقلال والاعياد الشهداء والجمهوريه. المغرب خاطر يحتفلوا باليوم راس العام الامازيغي مثلا بعد وعيد العرش في كازانيخ. هو ان سيغتان مومون جاء وقت انه مثلا عيد الجلات نحى ما عادش فيريي بار اكزومبل. كذلك يظهر لي عيد الثوره اللي هو كان قبل فيريي نحاو 18 جانفي 52 ما عادش فيريي مثلا. كان فيريي كان زاد الشباب والاستقلال مع بعض 20 و21 مارس 2021 ولكن
مازال فما موجود عيد الشباب؟ لا لا ما عادش، هو عيد الاستقلال وما عادش يحتفلوا به، فما بالك الشباب. هو عيد الشباب جاء بعد مع بن علي. مع بن علي هي السويد فيها برشا عطل زاد، سويسرا السويد السويد والنمسا كيف كيف هي هي في القائمه نتاع اللي فيهم برشا عطل، برشا عطل حتى اوروبا فيها برشا عطل. اي برشا عطل، ولكن اغزر فما حاجه مهمه، انه الناس كي تمشي تخدم معناها تخدم. دونك يوم العطله بالنسبه لي هو عطله، اما كي تمشي تخدم راهو يخدم، راهو يخدم معناها هذاك هو كي في لا ديفيرونس، راهو سي با غراتوي بالله سي سي، معناها البلاد اللي عندها 28 يوم كمبوديا معناها عندهم دو موا دو فاكونس بارون. ليه عاد هما متفرقين؟ شنو دو موا دو فاكونس 28 جور وزيدوا من شهر فاكونس اي اللي كان يشتغلوا وعندهم زاد 13 موا. ليه هو ماكلينه بعدين في الدار والشهري تمشي هاي تولد عام 1126 فيلا